هل يجوز أن نلعن المعتزلة والخرافيين والقبوريين؟ تلعن من جاءت الأدلة بلعنهم، تلعن الكافرين والكاذبين والظالمين، تلعنهم كما جاء القرآن بلعنهم. وأما المعين فهذا فيه خلاف، هذا فيه الخلاف اللي تعرفونه. أما لعن العموم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين، هذا لا بأس به عموما. نعم. أحسن الله. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، هذا جنس ما هو معين، لعن السارق عموما. لعن الله آكل الربا وموكله شاهديه، هذا عموم. نعم.